التعليق في هذه المباراة ومشاهدة مباراة جميلة، علما بأن بنفس هذا التوقيت أيضا انطلقت مباراة أيضا يعني الأمور. الهداف برصيد هدفين في كأس الخليج العربي الظفرة طبعا، ما خيتي ديوب يحاول يسيطر عليها الآن، هدفين هنا خطرة جول. السناني حصل، لاحظ هذه اللعبة الماضية، كرة اللعب ومن خلف المدافعين الرأسية سيطر عليها على طول. محمد علي يلعب كرة الآن أمامية ومحاولة الحمادي، مر يتقدم يرسل كرة للخريبين، خطرة جول جول. هو في توقيت جميل يظهر بلعبة، الله على لعبة، لاحظ المرور، لاحظ التسديد، يقف السناني، يتفرج السناني، لكن بدايته ما كانت ممتازة في الدوري. انطلاقة للأمام الآن وكرة عرضية رأسية جول. ماذا يحدث؟ فرصة أخرى الآن، فرصة أخرى تضيع، هذه ما تضيع على ماكينتي ديوب، أبدا ما تضيع على ماكينتي ديوب، ولكن حاولة كانت خطيرة. وانطلاقة للأمام تعود من جديد، ممكن فيها تسديدة من هرماش، هي كذلك، حارس المرمى يبعدها، يخلصها إلى خارج أرضية الملعب. هذه الكرة الماضية، هنا هرماش أيضا، خريبين وخريبين والأقرب، كرة اللعب. لعبة جميلة جدا بالفعل، الكرة الماضية لعبة جميلة جدا، الكرة الماضية. هنا كرة ملعوبة عالية للأمام، عبد الله موسى حاول يلعبها ولكن حارس المرمى. شايف هذه اللعبة الماضية؟ يعقوب الحوسني ممكن فيها تسديدة، هذه بالفعل هي كذلك، خطيرة تمر إلى خارج الأرض. لاحظ هذه اللعبة الماضية، هنا انطلاقة ديوب خطيرة جول. غريبة تماما هذه الفرصة، شايف هنا الانطلاقة وهنا التسديدة، مرت بشكل غريب، مر بامتياز، خريبين راح، شايف السرعة، شايف السرعة، شايف، يا سلام، الله عليك، والله لو كملتها راح اظل اقول يا سلام لغايه ما تلعبها بالمرمى. خريبين، يا ساتر يا ساتر، اين دفاع الجزيره؟ بهذه الطريقه يسرح ويمرح خريبين. محاوله الان اماميه، مسلم، ممكن هذه عرضيه، جول جول، مسلم يلعب كرة عرضية ممتازة، سبحان الله، هدف الآن، لاحظ هذه اللعبة، الله عليك يا مخرج، شوف خريبين يسرح ويمرح، يصول ويجول، وبعد ذلك ترتد، ومن مرتدة يسجل الجزيرة التعديل عن طريق بوصوفة، بوصوفة يضعها في المرمى، يعدل النتيجة الآن لتصبح هدف لهدف. تمام، بطاقة صفراء في المباراة، بارك بصوفة يرسل كرة، فارس جمعة، جول جول. هذه هي الدقائق المجنونة، ظهرت الظفراوي هو من كانت له جميع الأحوال والفرص، إلا إن كرة القدم، ومبارك بصوفة، هيا